البداية كانت قوية لأن معاك نجوم كبار طبعا، وكان معاك وجه جديد منى زكي. منى زكي طبعا، منى زكي طبعا لا بس منى كانت ممثلة قبلي، منى كانت عملت قبليها العيلة وكانت أهالينا مع برضو الأستاذ العظيم اللي أنا بكنله بكل الفضل، إنه برضو صاحب فضل عليا، الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ ومدام سميرة أحمد، وبرضو الأستاذ أسامة أنور عكاشة رحمة الله عليه لما جابوني بعد كده بقى في امرأة من زمن الحب. دي كانت المرحلة الثانية أو المحطة الثانية في حياتك. دي كانت المرحلة الثانية. اختارتك الأستاذة سميرة أحمد تكون ابنها في المسلسل. في المسلسل. الاختيار برضو بناء على الفيلم. كان بناء على الفيلم. وكانت اتفرجت عليه في مكتب الأستاذ يحيى العالم الله يرحمه. وأنا كنت في اسكندرية مع صحابي ففوجئت بتليفون. ما كنتش ساعتها للاسف مسجل الرقم فرديت الو كريم انا سميرة احمد. مدام سميرة ازي حضرتك؟ قالت لي احنا بنعمل مسلسل جديد بطولتي واخراج الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ وتاليف الاستاذ اسامه انور عكاشه وانا عايزك تبقى معايا في المسلسل. عينيا الاثنين طبعا عليا الشرف. نزلت من مصر يوم الخميس، نزلت في نفس اليوم قريت ال 30 حلقه بالكامل يوم الجمعه، رحت يوم السبت مضيت المسلسل. ودي كانت نقطة تحول بقى، تحول آخر في حياتي خالص. ازاي؟ اضحك الصورة تطلع حلوة لما نزل. يعني التلفزيون برضو غير السينما، يعني التلفزيون قاعدته الجماهيرية كبيرة جدا عريضة، ملايين المشاهدين، ملايين المشاهدين بالظبط، ورمضان ورمضان فعقبال ما الفيلم خلص ونزل واتعرض ماشي الناس كلها بتروح السينمات، لكن بتعرض في رمضان مسلسل لكل هؤلاء النجوم. فاول ما اتعرض بقى امراه من زمن الحب دي كانت اللي هو بقى الناس بجد عرفت. بعد امراه من زمن الحب انت بتشوف انك انت بدات امتى مرحله النضج الفني بتاعتك؟ والله انا شخص قلق جدا عمرو، وانا ما بحبش اتفرج على نفسي خالص، وبكره المخرجين لما بتفرج على نفسي، وبكره الناس في الفيلم وفي اللي كتب الفيلم وفي اللي اخرج الفيلم. ما اعرفش والله العظيم ثلاثة انا بكلك من قلبي، انا ما اعرفش انا وصلت امتى، هو انا وصلت اساسا ولا ما وصلتش؟ لا انت وصلت، انت بالتاكيد انت وصلت. يعني مش ده مش رايي انا، ده راي ناس كتيره جدا وراي جمهورك. وانت راجل، انت نجم شباك بقالك سنين طويله ونجم تلفزيون فيعني مش ده مش تقييم انا ليك، ده تقييم ناس كتيره. لكن انا بكلمك انت، يعني انت كنت الاول في مرحلة التجريب بتعمل لسه عايز تمثل، وبعدين مدام سميرة تجيبك، وبعدين معرفش مين يجيبك. امتى بقى نقول انك انت خلاص بدأت بقى تمسك بتلابيب شخصيتك وتدرك انك انت فنان وتختار مرحلة الاختيار؟ انت الاول كنت في مرحلة الانتشار. مظبوط. بقيت في مرحلة الاختيار، ايه اللي حصل؟ بص هي جت على مراحل. يعني اضحك، وبعدين امرأة من زمن الحب، وبعدين عملت عبود على الحدود مع أستاذ شريف عرفة تاني لقاء، وكان مع صاحبي وأخويا ربنا يرحمه يا رب ويجمعنا معاه على خير علاء ولي الدين وأحمد حلمي. انت كل فيلم، بس عبود ده كان نقلة تانية، عبود ده كان نقلة تانية خالص بقى، كانت سينما الشبابية. وكان هنيدي ساعتها عامل صعيدي قبليها ومكسر الدنيا وأرقام السينما المصرية ما شافتهاش، والجيل الجديد هنيدي وسقة ومنى وبعدين جه علاء وانا وحلمي، كانت بداية الافلام الموجد، الافلام الشبابية اللي طلعت، اللي هو صعيدي اللي فتح الباب ساعتها. عملت جنون الحياة مع الأستاذ سعيد مرزوق، بعدين الى ان بعد عبود وبعد جنون الحياة وائل عبد الله. وائل عبد الله محطه في حياتك؟ دي محطه بقى في حياتي. طبعا وائل عبد الله المنتج والمخرج والكاتب. وانا بشكر كل واحد، يعني بشكر اللي وقفوا معايا في الاول، ووائل عبد الله بشكره لان وائل عبد الله كانت مرحله تانية في حياتي، انه قرر ان كريم عبد العزيز يبقى بطل فيلم. راجل قرر ان هو يستثمر في هذا النجم بقى جام بريمير لفيلم لوحده، لفيلم مش لو كنت لا مش لوحدي طبعا. كنت انا ومنى وحلمي وحلا شيحه. بس كانت فكره ان احنا يعني يبقى طبعا عبود على الحدود علاء ولي الدين هو النجم، والناظر انا ما كنتش معاهم، لكن ليه خليتني احبك؟ هو بدايه ان ممكن تبقى على الاقل الفيلم مقسوم ما بينك وما بين اتنين حواليك.